الحفاظ على المكتسبات اللي تحققت في دولة 30/6 اللي هي كان قرار مشترك ما بين الدولة ومؤسسات الدولة والشعب، كلهم توحدوا حوالين فكرة إنقاذ البلد. الحفاظ ده بيتطلب ان احنا نؤمن تماما بالقوة الشاملة للدولة، ليست قوة عسكرية فقط، ولا هي قوة صلبة، وليست قوة اجتماعية فقط او الاقتصادية فقط او سياسية وامنية، ولكن كل هذه القوة يجب ان تعمل من خلال او سيمفونية او معزوفة او عمل جماعي مشترك يقوم يحافظ على الامن القومي المصري بمفهومه اللي هو بمفهومه الشامل. ومن جزء منه هي هذه التنمية، مصر بموقعها ومكانها، موقعها الاستراتيجي الهام، مصر تطل على بحرين في منتهى الأهمية بالنسبة للعالم، على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط، بتربط بين الغرب والشرق من خلال يعني نقول عليه شريان استراتيجي هام وهو قناة السويس، وهي تتعرض الآن لمخاطر شديدة جدا وجمة نتيجة ما يدور الآن في المنطقة، والهدف منه أساسا هو الدولة المصرية. وما يصدر لنا من أزمات وذا تصدير وبفعل فعل تبقى احنا نقدر نحافظ عليه. هنا نحن نراهن دائما على وعي والوعي المصري والأمن القومي المصري وإيمان المصريين بدولتهم وبقدرتهم وبقوتهم الشاملة. وده الحقيقة مهم جدا، وأنا يعني أو أي حد ينظر إلى الخلف إلى التاريخ أو إلى العمق سيجد إن شاء الله يعني أو يكون هناك دائما نظرة متفائلة، لأن الشعب المصري بيواجه هذا الكلام ليس من اليوم. أنا مفكر من أيام جمال عبد الناصر، من قديم الزمن الشائعات كانت موجودة، والقنوات الفضائية كان ياما الإذاعية كانت موجودة وموجهة، ومحاولة صرف أو التوجيه مصر في اتجاه عمليات خارجية عسكرية. نحن الآن نتجنب ذلك تماما، ولكننا نتجنبه بوعي. ما يمكن أن نقدمه من دعم للأشقاء لا مشكلة فيه، ولكن نحافظ دائما على قوتنا الصلبة، القوة العسكرية والأمن الداخلي الممثل في الشرطة ورجال الأمن اللي هم المقصود بهم الأمن المعلوماتي والمخابرات. إذن يعني كل هذه القوة الشاملة بالإضافة طبعا لمؤسسات الدولة الأخرى، يعني عندنا في المجالس النيابية والقضاء مؤسسات الدولة بشكل عام. بالضبط كده، ربنا يحفظ بلدنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اللواء دكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية نورتنا. شكرا. والأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي رئيس تحرير الأهرام العربي نورتنا. شكرا لحضرتك.